ومتشحر كمان. 3 أشهر ما دفعتش ولا مليم ومتشحر. بقول لك ايه، وبتحرك ومشوف شغلك. ان ما دفعتش النهارده اللي عليك حدد على رصيد نمره 5. ليه؟ هو انا فريد شوقي مش هقوم. بقاله 3 أشهر بيسأل على الإذاعة، ولما الإذاعة تسأل عليه ما تلاقوش موجود. يا أستاذ، الأستاذ عماد مش موجود، ولما يجي هقول له إن الإذاعة سألت عليه. مع السلامة. موجود، أنا موجود يا أستاذ، موجود. استنى شوية، استنى. هتبطل ألعابك دي؟ أنا اتحملتك كتير، والنهاردة الإنذار الأخير. يا إما تشتغل وتدفع اللي عليك، يا إما الطب إنه باجي على رصيف نمرة 10، ولا أقول لك نمرة 15. وهون عليكي، أنا في الشارع يا ست نجية. ينام في الشارع في جهنم، أنت حر، لازم تدفع. هدفع والله العظيم هدفع، لما ألاقي شغل هدفع. قوم يا حبيبي خد عودة كل نشتغل. الكباريهات مالية البلد. أمان الكباريه؟ نعم يا تعبي الحمولي، أظن هتكون صاحب رسالة وعندك مبادئ. قوم أنت نشتغل وادفع للناس حقوقها، وإلا حرميك على رصيف نمرة 10. لا 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 لا، قبل ما انطي ليا سرور اشرب شاي ما يعجبك. اولا خد بالك من اولا، انا عايز دعايه خاصه بيا. حاضر. ثانيا، اسمي بالضبط العريق. ثالثا وهو الاهم، 25% من ايراد الكاسيت، اي 25 أوف سنت. حاضر، تحت امرك. ما بس لما تشوف الجرع ده عاوز ايه؟ نعم. أنا جاي لحضرتك علشان أسمعك صوتي. أنا ما يهمنيش حلاوة ولا شكل ولا صوت، عندك أغاني ناجحة بتسوق؟ مش تسمعني الأول؟ يمكن صوتي وحش. يا ابني أنت جاي تعمل لي محاضرة؟ أنا عاوز أغاني ناجحة. أنا ما أقدرش أحكم على أغانية، اسمعني وأنت تحكم. ومالي يا أستاذ تسمعوا حتة من أغانيك العظيمة؟ يس. 1 2 3. الشاب. لا والله ما عنديش اغاني زي دي، لكن حاول اسمعني. احاول اسمعك. اتفضل اتفضل. مع الشاب قصدي، مع السلامة. يبقى الفن عمره ما هيترقى على يد الشفاطين اللي زيك. السلام عليكم. فلسفة اخر زمن الفن قال، هو في فن؟ هو لو كان في فن كنا احنا كان نعيش.
بقول لك سيبني اوعى شوية بس اهدي شوية مالكش دعوة بيا سيبني بقول لك اهدي كده سيبني بقول لك مالكش دعوة بيا اهدي وبعدين معاك سيبني بقول لك مالكش دعوة بيا سيبني اهدي بس اهدي بس سيبني اهو تمالك وهدي حرام عليك اهدي شوية شوية بس اهدي شوية مالكش دعوة بيا سيبني بقول لك اهدي كده امال اهدي بقول لك مالكش دعوة بيا اهدي وبعدين معاك سيبني بقول لك مالكش دعوة بيا سيبني قلت لك سيبني اهدي انت مالك ومالي انت مالك هتزعل انت مالك ومالي مالكش دعوة بيا معلش سامحيني انا خايف عليك تخسري الدنيا والاخره كمان انت ليه ما سبتنيش ارتاح ربنا بعتني ليكي في الوقت المناسب تفتكر كده اللي كنت هتعمليه غلطه اكبر من الغلطه اللي غلطتيها غلطة؟ انت تفكيرك راح لفين يا استاذ؟ انا غير كده خالص امال كنت هتنتحري ليه؟ فهمت حب فاشل انت مالك انت؟ انا اسفة قوي انا في حالة ضياع زهقانة حاسة بملل من كل حاجة ملل؟ الدنيا الجميلة دي فيها ملل؟ قولي عذاب قولي حرمان يا ريتني احس باللي بتقول عليه عايز تحس بالعذاب والحرمان؟ شايفك لابسه شيك قوي يعني يمكن عيله مبسوطه بابا مليونير وعايزه تنتحري ما انت لخبطتني كل حاجه انت اكيد مجنونه انا اقل من 10 دقايق والدليل انك عايزه تموت نفسك الانسان مش كفايه ياكل ويشرب وينام ويصحى ويخرج انا حاسه اني ملياش لازمه في الحياه طب ليه ما تشتغليش والشيك يبقى يساعدك بقول لك بابا مليونير ازاي هيرضى اني هشتغل وبعدين انا ما بعرفش اعمل حاجة خالص كل اللي بطلبه بيبقى تحت امري على طول حياتي كلها دلع في دلع السلام على الدنيا اسمعي يا انسة اللي قدامك ده مفيش ولا مليم في جيبه وما عندوش يدفع اجار البنسيون اللي نايم فيه وعمره ما فكر في الانتحار يعني انت ما يقستش من حياتك بالعكس الانسان لازم يصبر ويكافح لغاية ما يوصل لهدفه الكلام ده كبير قوي عليك انت عمرك كم سنة؟ عمري ابتدى من دلوقتي كلامك حلو وانت احلى انت بتشتغل ايه؟ بطلع سلالم وبنزل سلالم خشبية؟ لا سلالم موسيقية موسيقية؟
قوي. الليل جه علينا وما حسيناش بالوقت خالص. لكن ايه الفايده؟ ما بيوصلش للناس. بالصبر والايمان لازم هيوصل. الله الله الله، احنا اتغيرنا قوي. على فكره اسم حضرتك ايه؟ ابتسام. اسمك ابتسام وعندك اكتئاب؟ دلوقتي تصبح على خير. تصبح على خير ده ايه؟ انت لازم تيجي معايا والا هتلاقيني على طول رحت على كوبري. لا 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 لا. الو الو، ايوه مين بتقول ايه؟ عالي صوتك شويه. لقيتوها؟ لقيت ابتسام؟ ايوه يا بابا لقينا ابتسام. بنتي بنتي حبيبتي ابتسام، كنت فين ابتسام؟ الحمد لله يا ربي. انا بخير يا بابا. الحمد لله الحمد لله. اقدم لك الاستاذ. الحمد لله. عماد عماد يا فندم. الاستاذ عماد يا بابا هو اللي انقذ حياتي. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا يا ابني. اهلا وسهلا بابا. حامد الشرباجي. اهلا بيك. شرف. اهلا بيك يا ابني. ايه مالكم واقفين كده ليه؟ يلا بسرعه اتحركوا شوفوا الاستاذ يشرب ايه. قهوه شاي كزوزه اي حاجه. يلا اتفضل يا استاذ عماد. اتفضل استريح. اتفضل يا ابني. الحمد لله الحمد لله. أنا لساني عاجز عن الشكر، وأتمنى إنك تعتبر البيت ده بيتك. ربنا يخليها لك وتفضل حياتك سعادة وابتسامة. اسمح لي بكلمة صغيرة عن إذنك حبيبي. اتفضلوا يا بابا. أيوة يا فندم. لو سمحت تقبل مني الهدية البسيطة دي لمجهودك الرائع. إيه ده؟ أنا ما عملتش غير واجب إنساني، ودي إهانة كبيرة أوي يا فندم. ربنا يسامحك. السلام عليكم. ليه يا بابا عملت كده؟ ليه تحرمني؟ يا بابا الفلوس مش كل حاجة. يا بنتي أنا كان قصدي أكرمه. يمكن أسأت تعبير. واحد مكسوف من نفسه. معلش تصبح على خير. اسمعي يا ست نجية، بشرفي من بكره هشتغل اي حاجه، طبال، عواد، كورس، وهضحي بصوتي ومستقبلي عشان خاطرك. ارجوك صدقيني المره دي بس. اسمع كلامك يعجبني واشوف امورك الشقلب. والله الفلوس جت لغايه عندي ورفضتها. ليه يا منجل على عينك؟ عشان كرامتي. انت ما سمعتيش الشعر اللي قال اصون كرامتي من قبل حبي؟ وده كل من اللي عين امك؟ هيكون من صوتي طبعا. السلام على الدنيا. اسمع يا انسه، اللي واقف قدامك مفيش في جيبه ولا منديل، ما عندوش يدفع اجار البنسيون اللي ساكن فيه، ومع ذلك ما فكرتش ابدا في الانتحار، لان الانتحار غلط واي غلط. Oh,
الاغاني الكبيره اللي زيك. الله سيب ايدي. مش حسيب. سيب ايدي اشرحك. ما تقدرش انك بيد واحده. سيب يا جدع هشرحك. بقول لك مش حسيب. سيب انا في عرضك. سيب 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 بقول لك سيب. خليك جدع. وبعدين؟ لياف عماد مش معقول. ازيك يا عماد؟ فينك يا راجل؟ عامل ايه؟ انزل تحت عايزك. انزل. حاسب يا اسطى حاسب. انت المعايش عامله معاك ايه يا عماد؟ نطشه قوي يا جاب. نطشه؟ لا يا راجل الحقيقه عايزه ان الاهلاوي عايزه على راي المثل لا تؤخذ الدنيا الا غلاله. غلاله؟ غلاله. لا لا غلاله جمع غله. اذا كان كده ايه اللي خلاك تبقى لا مؤاخذه نشال؟ قولها قولها. ما انت فاكر وماله نشال؟ مكسب صار عيد الذهبيه جولد فينجر. مش مهم دلوقتي. انت كنت رايح فين؟ كنت رايح اقابل صاحب الكباريه اللي هشتغل عنده. مطرب؟ والله الف مبروك فرحنا لك قوي. ده حاجه. انت طول عمرك كنت غاوي تغني يا ليل يا عين. كويس كويس قوي. انا مش هشتغل موتو. انا هشتغل كورس يا جهاد. كورس؟ ما حدش راضي يديني فرصه. كورس؟ انت كورس؟ عماد اللي كان مطرب سهراتنا اللي كان مولع السهرات اشتغل كورس؟ اسمع يالا انا هنشيل لك مسرح وتغني فيه. قوم بيه. عايزين نكسر الدنيا. ها فين الواد الجديد؟ موجود يا فندم. انت صحتك حلوه؟ كويسه قوي. حافظ كويس؟ كلمه كلمه يا فندم. عايزكوا بعد ما الاستاذ بقى ما يقدمني تدخلوني بقى بتشايلني على كتابكم محمولا على الاعماق. وتسقيف جامد بقى. وتسقيف جامد قوي. انا عايز اغني ابتدي بس في الغنى. تسقيف جامد قوي. اللي يعترض بس من المتفرجين يتكسر نفوخه. مفهوم؟ مفهوم. يلا بقى استاذ خش قدم لي تقديمه حلوه كده. حاضر يا معلم. معلم احنا بنشتغل في رماس ما تترقب. استاذ حاضر. حاضر يا استاذ. يلا يا الان وليس غدا سنقدم اليكم بلبل الشر. بلبل الشر وكروان الغر. المطرب العاطف الرقيق الاستاذ حسن زعبله. زعبولة ايه؟ زعبولة ده اسم مطرب. بقول لك هبتال النهارده مش عاجبك من وشك اصلا. مش عاجبك. مسكين عماد. عدل العود. ايوه حبة هوا. ها حبة هوا. واحد اتنين خمسة تبتدوا على طول. ها تلاتة. واحد اتنين تلاتة. حسن زعبولة احلى من الكلة واشرب من الاولى. حسن زعبولة انا مين؟ حسن زعبولة انا مين؟ حسن زعبولة انا مين؟ حسن زعبولة انا مين؟ ما تغني انت يالا ولا عماد. تغني انت. تغني ده راجل مقلب. انا مين؟ 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 ايه المسخره اللي انت زعبولة؟ ايه اللي زعبولة دي؟ احنا عايزين نعرف نتيجه. عايزين مضبوط على الرقم. ايه واد يا عماد يا اوبا. ايه العصب عندك كله. واد يا عماد يا اوبا. ايه العصب كله. ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهم. يا عالم مش غاوي يا فن بقى. دول غاويين اي حاجه. ايه العصب عندك كله. ايه يا اوبا. ايه العصب عندك كله. واد يا عماد يا اوبا. انت خيول من الجحيم ده. يا
هزات رموني رمي الكلاب انما انا بالحركة الحركة وبس انا اخري يزنوني مفيش ولا واحد من الموسيقيين يجي ورايا ليه وعمالين يعذب وراسي دي هزيكة وانا مستحصرين فيا النهوان طيب شلوه بقى خدوهم بره حضر وانا باكلكوا ليه الزمر على الزغاليل دي دق الطبل مع المزامير هي دق الزن على التحالف
نفسك يا ابتسام. معقوله الكلام اللي بتقوليه ده؟ ليه مش معقول؟ انسان شفتيه مره واحده وما تعرفيش عنه اي حاجه، معقول اجري تفكيرك بالشكل ده؟ ده انسان انقذ حياتي، خليني ابص للدنيا بعين تانية. صدقيني وفاء، انا فعلا حسيت ان انا استريحت له، فتحت له قلبي وهو قدر يفهمني. ده نوايا تانية خالص، مش من النوع اللي بيجري ورايا عشان فلوس بابا. طب وايه يعني؟ هتوصلي فين بتفكيرك ده؟ اذا كنت فاكره ان انا حبيته ده يبقى كلام سين. كل اللي انا حاساه اني حاسه بحاجه جديده خالص في حياتي. طب ما خدتيش عنوانه؟ هو مين؟ ابن مين؟ بيشتغل ايه؟ ما كانش في وقت، كان زي الحلم وراح. اهلا اهلا، ايه النور ده؟ اهلا حبيبي. معقول الحكايه اللي بتحكيها دي؟ تصور بقى واحده عندها كل الفلوس دي كلها وعايزه تنتحر، ايه الهلوسه دي؟ مش بس كده، تبص لها تقول قمر منور. اه جمال ايه وخفه ايه. طب ولو تعمل ايه؟ ولا حاجه بيه، هي فوق فوق. اه واحنا تحت تحت، ما الدنيا كده فوق وتحت، على راي الفيلسوف اللي قال حبه فوق وحبه تحت. أنا رأيي إن الأحلام الكبيرة دي تودي في داهية، وأنا نفسي أروح في داهية. اسمع يالا، أنا حلف بيك في كل مسارح مصر، هخليك تغني، هتغني يعني هتغني. أنا لفيت كتير يا دياب وتعبت، مفيش فايدة. أنت ما شفتش حصل معانا إيه إمبارح؟ اللي حصل مع حسن زعبولة ده شيء تافه. لا، أنا حلف بيك على المسارح الكبيرة اللي فيها الناس الكبار، الناس الجامدة. أنت تلعب بقلوبهم ولا ألعب بجيوبهم. يا دياب. يا نعم. ليه ما بتشتغلش وتبقى راجل شريف و... هتتكلم زي امي يا ابني؟ ده انا لفه واحده في الاتوبيس اكسب اللي انت بتكسبه ده في شهر. اشرب الشاي. صحتك. رجلي. شفت يا سيدي؟ هو لفينا ليل نهار كل الكباريهات والمسارح، محدش راضي يديني فرصه حتى يسمع صوتي. وقلت لو قبلت ان احنا نركب اتوبيسات كان زماننا دلوقتي وقفنا رزقنا. دياب انا جعان. انا خايفه ابتسام تطلع الحفله مش ولا بد. معقوله؟ قولي لي، انا بعت الفرقه بتاعت النادي وصل. الفرقه وصلت لنا في باك جوه على لحن الاستاذ محمد عبد الوهاب. هايل، ميرسي قوي يا ابتسام. على ايه؟ ولا الظاهر ان في حفله كبيره قوي جوه. يا سلام، ما تيجي خش، لا تخرج الدنيا الا اغلاسها. بالهدوم دي؟ وايه يعني؟ هم هيقفشونا، هياخدونا ويطردونا بره، يرمونا في الشارع، واحنا اساسا مرميين ومطردين في الشارع. بص بص اسمع، الله، ده في جيب فصلي.
وما كانتش الحفلة هنا خيرية والواجب الإنساني يدعوني إني أساهم فيها كنت سبت الدنيا كلها وجيت لك. طبعا يا سلام يا سلام على طيبة قلبك يا نهاية. طبعا أنا هكون في خدمتك بكرة وبعده حتى آخر العمر. عارف. مع ألف سلام. مع السلامة. الله 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 الله، انت بتجيب الكلام الحلو ده، انت بتجيبه ازاي؟ الملايين اللي معناها دهانم تخلي الاخرس ينطق يتكلم. يا خسارة يا خسارة، كان زماني بقيت غني اتجوزت قمر. يا عقد واحد، عقد واحد الماس، كنت سلكت الحارة كل اللي فيها. يخرب بيتك زي ما خربت بيتي، يخرب بيتك. سبحان الله يا اخي، كل مرة الظروف تفرق بيني وبينك.
بينك وبين حتى ابتسام ما عرفتش تاخد عنوانها. اخس اسكت ما تكلمنيش يا جبان ما تكلمنيش، ده انت جبان. لا انا كده وحافظ كده يا دياب. بس بلا دياب بلا زفت. اسكت وبعدين معاك مين ده يا خساره؟ مين اللي جاي علينا ده؟ معرفش. مساء الخير. مساء الخير. صوتك بديع، انت موهبه لازم الواحد يحتضنها. وانت على فكره بقول انا هحوج لكم السعاده. تفضل معايا. تفضل معاك فين؟ مقابل خدمة بسيطة. شغل شغل شغل. العمل شرف. العمل واجب. العمل عمل عمل. بقول لك ايه؟ أنا بحط الفلوس تجيب البنطلون. الشغل هتعجبكم قوي. شايف حالتكم ضعضعة، فأنا هديكم حاجة تحت الحساب كده، مبلغ بسيط. وال ايه؟ معلش استلفتهم منك. يلا عربون. اتفضل اتفضل يا حبيبي. اتفضل 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 اتفضل. استنى خش خش ورا يا فقري. خش ورا. اتفضل يا بيه. اتفضل خش. انا عايزني خش. اتفضل يا سعادة بيه. اتفضل خش. الله يخليك بيه. خش. عكس عكس. ايه رايك بقى ان الكرافته دي على البدله دي تجنن تجنن يا فكره؟ حرام عليك بقى يا اخي. انت بوظت لي كل كرافتاتي وكل بدلي وكل حاجه في البيت. يا سلام على بخلك يا اخي. ما انا باخدهم بالنهار وارجعهم بالليل. ليل ونهار ونهار وليل. وهتفضل تستلف عربيتي وبدلي لامتى؟ يا اخي امبارح بالليل حبيبتي كانت عايزه تتفسح بالعربيه، قلت لها في التصليح. والبدله البيج البيج اللي حلو علي انا، قلت لها في المكوى. يا اخي هفضل اكذب عليها لغايه امتى؟ وانت لولا المخ ده وافكاره العظيمه كنت ركبت عربيه ولا لبست بدله في حياتك؟ البدله اللي بعضيها يا اخي. طب ما تسيب لي العربيه النهارده. ثم لازم تفهم اني بطلت شغله الحفلات واصطياد الارامل. يعني اعتزلت الصنعه خلاص. والله ده شغلك مش شغلي، انت حر. انما انا بقى يا حبيبي موضب عمليه، والسمكه هتاكل الطعم، والصناره هتغمس بايه؟ بملايين الجنيهات. ملايين؟ ازاي؟ هتجوزها. هتجوزها واعيش في اكبر قصر في مصر. اه حلو قوي، اكبر قصر في مصر. ده انا بقول شعر اهو. ولما تموت اذا سمح الله ملقاش وارث غيري، حبيبك ابو الافكار الجهنميه فكري في خلال يومين حافظ العربون. صدقني بقى انت صعبان عليا، اعتزلت بدري، اعتزلت المعركه لسه في حموتك. لا يا عم، المساله دي فيها السجن. طب ومال حبيبي؟ ما السجن مع الملايين؟ اسجني بس اديني اديني. ان شاء الله. في امال انا جاي ليه؟ انت سمعت حاجه جديده؟ طمني، خالد موجود؟ هدي اعصابك يا نهد هانم، هدي اعصابك. انت عارفه انهم اعلنوا وقف اطلاق النار في بيروت من حوالي اسبوع. يعني في هدنه كبيره دلوقتي، في مصريين كتير بيرجعوا من بيروت. من عارف يمكن خالد يكون منهم. يمكن. ده انا بقالي سنتين عايشه على كلمه يمكن، مش عارفه اعمل ايه. بس يا ربي يا حبيبي يا ابني اطمني. قلبي واحساسي بيقول ان خالد موجود موجود وهيرجع باذن الله. يا رب يا رب يا فكري، من بقك لباب السماء. وحياتك عندي يا نهد هانم، انا هعمل المستحيل عشان اجيب لك الاخبار الصحيحه عن خالد باذن الله. ربنا يخليك ليا يا فكري، انا مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه. انت عارفه ان انا وعقلي وقلبي رهن اشاره من الصباح السوير. انت دايما بتكسفني يا فكرة بكلامك البعيد ده، وتأكد اني مش هسافر عمره كله. لا يا دانم، الحب هو اسمى درجات الانسانيه، واللي بيحب لازم يضحي بكل حاجه عشان يسعد حبيبته. انا متاكده منك وثقتي فيك كبيره، و عارفه انك بتحبني باخلاص. فاهم طبعا. المهم كلية مكان ولو حته صغيره قد كده في قلبك، ساعتها هكون اسعد انسان في العالم. تعرف يا فكري، لو يرجع خالد
مكانك في قلبي هيكبر قوي قوي. ونتجوز؟ نتجوز؟ ليه لا؟ مش يمكن لما يرجع خالد انساك؟ ربنا يرجع لك خالد ويسعد جديد. انا مش مهم، مش مهم ابدا، المهم انت وخالد. ربنا يخليك ليا يا فندم. يا سلام لو رجع خالد، هبقى انا كل ما قلبك تحت ارض. لا لا لا، ايه اللي بتقولي ده؟ انا عايزك انت، انت بس ملايين الدنيا كلها. ما تسويش نظرة عطف وحنان منك. انا ما استاهلش منك كل ده. متشكره، متشكره قوي. انت تؤمرني. ياه، اما اطلع اغير هدومي ما عادش بنت اقرب. فعلا، كل ليله مواعيد بنوك. لازم الواحد يحافظ عليهم. جرب خالد صعبان عليا. 10000 جنيه مش 10000 جنيه ازاي يعني؟ ايوه 10000 جنيه، مش كده وبس، كل طلباتكم، كل مصاريفكم، اللي انتوا عايزينه، بدل، عربيات، عيشه نغنغه، والساكن فين؟ في اجمل قصر في مصر. اولا عايزين نفهم ايه الحكايه بالظبط؟ ومقابل ايه المبلغ ده لا مؤاخذه؟ مقابل خدمه انسانيه بسيطه لست طيبه، ست عظيمه، ربنا كتب عليها الغلب والعذاب، لكن في ايد عماد انه يخفف عنها ألمها ويخليها اسعد انسانه في الوجود. طب واحنا ازاي ممكن ننسيها حسابها الست ديت ونسعدها يا استاذ؟ حضرتك قلت اسمك ايه؟ فكري جوهري. ما شاء الله ونعم. اتفضل يا فندم، اتفضل اتكلم. انا مدير اعمال الست دي. الست دي اسمها ناهد هانم. ست طيبه قوي وغنيه قوي، ملايين الملايين تحت امرها، لكن الدنيا كده تديش الواحد كل حاجة، بات الفلوس وخدت منها الصحة. الست دي عندها القلب، عندها هبوط شديد قوي في القلب، واي خبر مزعج ممكن يقضي عليها. طب عماد يقدر يعمل ايه الست ديت عشان ما تموتش؟ ده راجل مغنوات. اوعى تكون حضرتك فاكره دكتور. هو يقدر بانه يكون ابنها. ابنها؟ ايوه ابنها. والمعلومات الاكيده اللي عندي انه كان مخطوف في بيروت ومات هناك. هي لو عرفت بالخبر ده هتموت هي كمان. حرام والله يا حرام ست زي دي تموت وفي ابنها ان احنا ننقذها. لازم ننقذها. انتوا باين عليكم ناس طيبين قوي قوي. ما فهمتش، اكون ابنها ازاي؟ انا من ساعه ما شفتك في الحفله وانا حصل لي ذهول من كتر الشبه اللي بينك وبين ابنها خالد. انا شخصيا لما كنتش متاكد ان ابنها مات كنت قلت ان انت خالد. حتى شوف مطلوب منك دلوقتي انك تمثل دور ابنها. يا نهار ابيض، الناطق الخالي انت عماد، ما عندهاش واحد شبهي. انا مش ممكن امثل الدور ده ابدا. ليه؟ هو 10000 جنيه قليلين؟ خلاص نخليهم 20000. مش ده رايك برضه يا ساعات الجنيه؟ والنبي انت ليه؟ لا يا استاذ، الحكايه مش حكايه فلوس وبس. افرض انها عرفت الحقيقه وماتت، هكون انا السبب ساعتها؟ لا يا عم يفتح الله. وهتعرف منين بس؟ بقول لك ابنها الحقيقي مات وانا متاكد. ثم ان دي فرصه ليكم، فرصه العمر وخدمه انسانيه للست الغلبانه المسكينه. انا راجل فعل خير ماليش دعوه بحالك. النبي انت ابن حلال. الله يخليك. الله يخليك. بوسه. الله يخليك. حملني ذنوبك يا ابني. السلام يا استاذ. مع السلامه. السلام عليكم. دي فرصه. مع السلامه. ما فوتوهاش. شرفت وقلست. مع السلامه. مع السلامه يا راجل يا مصلح. الله يخليك. ربنا يعينك ويسلمك يا حبيبي. مع السلامه يا عمر. الله يخليك. ربنا يكتر من امثالك. جرايه يا ابني. هو انت فقري؟ دول 20000 جنيه. عارف يعني ايه 20000 جنيه؟ يعني الف اسرق في اتوبيسات العالم كلها عشان اتحصل على ربع المبلغ ده. يا ريتني يا سيدي كنت شبكتنا، كنت انا عملت العمله دي. يا رب محزون نخلص. 20000 جنيه يعني 20000 جنيه يعني انت تتنايل تتجوز ابتسام وانا اتنايل اتجوز اللي جوه ديت ونخلص من الفقر اللي احنا فيه ده يا حبيبي. والله مش عارف اقول لك ايه يا دياب. حاجه تحير. لا تحير ولا تغير. اسمع ما اقول لك. اسمع، انا بقالي في الفقر ده سنين عايزين نخلص منه. تعالى معايا القهوه اسيك فنجانين قهوه تعدل دماغك ونخلص الموضوع ده. يلا يا حبيبي، يلا ب 20000 جنيه. يلا يا اخوي، يلا.
روحي مع عمر. يا رب يقبل يا رب. اقمري يا ناهد هاني. اقعدي يا خديجه. لا لا اقعدي على الكرسي. وحياتك تشوفي لي الفنجان، شوفي فيه ايه النهارده، يمكن يكون فيه اخبار جديده ولا حاجه. يا رب اجعله خير. يا ستي انت قلبك زعلان قوي، وفي حبيب غايب هيرجع باذن الله. صحيح يا خديجه هيرجع؟ ايوه يا ستي، اتفضلي شوفي. وريني. طير واقف على شجر اهو. اه صحيح، يعني الغايب هيرجع باذن الله. يا رب يا خديجه، من بوقك لباب السماء. ستي انت شوفي كده، إن كنت تتفقني بكل خير. نهاد هاني، نهاد هاني، مبروك، ألف ألف مبروك يا حبيبتي. أخيراً عرفنا مكان خالد. لقيته خالد صحيح؟ لقيته فين؟ أمال ما جبتوش معاك ليه؟ الحمد لله. وفين خالد؟ طب بس اقعدي، هدي أعصابك، هدي أعصابك يا نهاد هاني، هدي أعصابك. خالد مخطوف في بيروت، وأنا هروح أجيبه بنفسي. مخطوف؟ خالد ابني مخطوف؟ يا بصبتي يا بصبتي يا ربي، لا يكون جرى له حاجة. وازاي عرفت انه مخطوف؟ انا بعت واحد هناك بقاله شهر عمال يدور لغاية ما عرف هو فين وعند مين. والنبي انا واخدة الحلاوة النهاردة يا ستي، فنجاني ما بيكذبش ابدا. من عناية يا خديجة، لو لقينا خالد ليكي عندي 1000 جنيه. خديجة روقينا شوية عشان ارشع الحكاية للهنم بالتفصيل. حاضر يا فكر بيا ابو البشاير. يا حلاوتي الدنيا يا حلاوة. قولي يا فكري، لقيتوه فين؟ لقيتوه ازاي؟ طب ما جبتوش معاك ليه؟ شوف يا ستي، تأكدنا ان خالد مخطوف في بيروت عند شوية شباب انتهزوا فرصة الحرب
بيعملوا عمليات لحسابهم قطاع خاص يعني تصوري. المهم المندوب بتاعي اتفاوض معاهم، طلبوا 50,000 دولار مقابل اطلاق سراحه. والا دلوقتي هنتصرف ازاي؟ حضرتك تديني الشيك بالمبلغ واسافر انا بيروت وارجع انا وخالد باذن الله. انا مستعدة ادفع حياتي كلها علشان خالد. ارجوك يا فكري ارجوك لازم تسافر بكره، انا هحضر لك الشيك واقدم لك الفلوس اللي صرفتها على الراجل. اللي انا صرفته مش مهم، المهم ننقذ خالد من اللي هو فيه. طبعا طبعا يا فكري. ابو شرف خالد الولايه دي صعبان عليا قوي. 2000 كده بقى 3000 دول مقدم. ان شاء الله لما نرجع من بيروت وتدخل القصر تاخد الباقي. اتفضل. انا هشيلهم لك معايا. ايه هشيلهم معايا؟ ما دي فلوسك يا عماد. يا دياب اللي بيعمل عمل انساني ما بياخدش اجره، ومع ذلك لسه قلبي خايف. خايف من ايه؟ انا شرحت لك كل حاجه عن خالد. ان شاء الله هناك في بيروت هشرح لك اكتر واكتر. اطمن اطمن، كل شيء ان شاء الله هيمشي تمام التمام. خليك راجل مال، ده اكبر واد مندوب هتمثله في حياتك، ولا من جهتي ومن هذا الوقت فاقسم مش هعرفي ان انا هتوب على ايديك ان شاء الله يا عماد. هتوب. يا سلام يا سلام، ولا في حاجه ورطت لي في الحكايه دي غير الشرف. بسم الله ما شاء الله ونعم بالله ونعم بالله. بقولك يا عماد، جهز شنطك بكره الصبح ان شاء الله هفوت عليك ونسافر. هنرجع مجبورين الخاطر. تاكد انك باذن الله هكتب لك قصر في الجنه باذن الله. امين يا استاذ فكري ونعم بالله. امين والله. كله بامره. سلام عليكم. على السلامه يا استاذ فكري. سلام عليكم. على السلامه يا فندم. الف سلامه. الله يسلمك. الف سلامه. الله يسلمك. انتم شرفتوا. ميرسي. بقول لك ايه، مش لسه قلنا دوبنا خلاص؟ يخرب بيتكم يعني لازم تلعبوا. معلش اتفضل انتوا. راح اتفضل. اتفضل. عشان تعذريني وتدوقي حلاوة الحب عايزيكي وقعتي. معاكي حق يا ابتسام، بس انا حبيبي موجود معايا وكل يوم بكلمه في التليفون. مش عايشه بصراحه. هو ده الفرق بيني وبينك، مفيش اجمل من انتظار المجهول. القلق، هلاقيه مش هلاقيه. افهم من كده انك بتحبيه؟ بحبه. ده شاغل كل تفكيري لدرجه اني بقيت حاسه انه عايش معايا على طول. لو كان بيحبك كان جه وسأل عليك. صدقيني وفاء، أنا قلبي وإحساسي عمرهم ما يكذبوا عليا أبدا. وأنا برقص معاه كنت حاسة بكل نبضة من نبضات قلبي. عينيك بتقولي كلام ملهاش غير تفسير واحد، إنه بيحبني. دلوقتي اهو حتى. خالد دفعناه الاثنين.
ان شاء الله تحت امرك. لا تطمني بالف الف سلامه. وشرف بنت عمي صعب انا عليها قوي. خلصت يا استاذ؟ خلصت يا اخويا. اتفضل اتفضل. احمدك يا رب واشكر فضلك. صوري خالد هيرجع. خالد هيرجع. مبروك يا ست هانم. الف مبروك. نظفي البيت واملي البيت كله ورد وخصوصا اوضه خالد. فاهمه؟ حاضر حاضر من عينيا. يا حلاوتي الدنيا يا حلاوه. يا حلاوله يا حلاوه. خلاص اطمني كل حاجه هجيبها لك. نزل رجلك يا ابني. استلم نفسك هتمشي تروح. فين قمر الليل؟ من ساعة ما سابت الشغل بقت القهوة زفت قوي. ايه اللي مش عاجبك في القهوة؟ حضرتك. ليه؟ الواحد كان يجي الصبح يستفتح بوش قمر. حاجة تفتح النفس يا دايس. انما دلوقتي بتستفتح بوش انا. حاجة هتسد النفس مش كده؟ اديك قلتها. اسمع ما اقول لك. ولا اسمعوا كلكم. قمر دي هتبقى مراتي. يعني هتناسبها. انا بقى ما يناسبنيش انها تقعد مع شويه صيع بالشكل ده. تعال يا ابن تعال. مش عاجبك القهوه؟ يلا امشي امشي. يلا امشي. يلا امشي. يلا امشي. خلاص امشي. اتعشت. لا كلام ده تقوله. مكفور. شريف 100% راجل شريف. وانت بتحبيني اكتر ما بتتصور يا حياتي. وهتتجوزيني؟ ودي عايزه كلام يا سيد الرجاله. طب فين العربون؟ عربون ايه؟ عربون المحبه. يعني قصدك ايه؟ بص يا بنت. بص. اه يا ابراهيم ده عينيك. مش هتضحك عليا؟ لا. بص يا يا بابا. مفيش حاجة، أنا كويسة أوي. متشغلش نفسك أنت. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا بنتي ما تفتكريش إن أنا زي الأبهات اللي تقول الجوازة دي مش لازم تتم. المهم
من عندي رأيك انت. سامحني يا بابا، مش بإيدي، غصب عني، كل تصرفاتي بقت غصب عني، أنا مش عارفة أعمل إيه في نفسي، يا ريتني كنت مت وما قابلتوش. بعد الشر عليك يا بنتي، بعد الشر عليك. اسمعي يا ابتسام، انت لسه صغيره، انا متهيألي ما دام ما سألش عنك المده دي كلها يمكن يكون في حد تاني في حياته. لا لا يا بابا. دليلك ايه يا بنتي؟ قلبي دليل. يبقى لازم هيجي ويشوفك، محدش عارف ظروفه ايه. قوم يا حبيبتي نتعشى ونقعد شويه في الجنينه، كل عودة لها حلاوة. الحكاية يا خالد بيه، بقالك ثلاث ايام ساكت ما بتتكلمش ومبوز بوزك شبرين منك، يعني عاش عيشة كلها في الحلاوة، لقمة حلوة ونومة حلوة والهدمة حلوة والفسح حلوة، ولا ايه؟ تكونش حنيت تاني لحبة السقايين؟ والله هناك كل شيء واضح، مفيش لا كذب ولا خداع ولا تمثيل. اهلا، اظن بقى ما هتقولي ضميرك استيقظ. طب وفيها ايه؟ ما اللي احنا بنعمله دلوقتي بدافع من الضمير. شوف يا عماد، قصدي شوف يا خالد، انا وانت دلوقتي عاملين زي الدكاترة اللي قدامهم مريض وعايزين يشفوه بأي طريقة، فهمتني؟ وهنفضل في اللعبة دي لغاية امتى؟ أنا أعصابي طالعة تهوى الفكرة. طب هدي أعصابك بقى لأحسن ماما وصلت. أهلا يا ماما. أهلا. أهلا يا حبيبي. أهلا ناك، أهلا. على مالك يا فندم؟ على مالك، على مالك يا هانا. اتفضل يا حبيبي، هدية عيد ميلادك. كده يا ماما. كنت غرقتيني هدايا. فيها إيه يا أخي لما تهديك؟ يا لها من غيرك؟ مش أمك؟ لا مش امي، مش امي لازم تشتري لي كل حاجه، لازم انا اللي اشتغل برضه واجيب لها كل حاجه والهدايا الحلوه يا حبيبي. يا ايوه كده صلح، سيبت ركبي. انا كنت خايف لاكون زعلت من ماما، اتاريك حنين قوي. هو في حد في الدنيا عنده ام زي امي ويزعلها؟ تعالي معايا ماما، عايزك في مكان. تعالى يا حبيبي. اتفضلي. ابو شرف ابن بنت خالتي، صعبان عليا الواد وامه. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. ازيك؟ انا انسه ابتسام موجوده؟ مولا مين؟ قول لها خالد. ولا اقول لك عماد؟ عماد ولا خالد؟ ما قلت لك عماد يا اخي. حاضر. لو كنت وحشتك صحيح كنت سألت عليك.
يا والله انت انا بتفتح انا مش مصدقه عمالي. اقرصني اقرصني انت عمال. ايوه عماد، عماد اللي ما انساش فضلك عليه ابدا، ولما ضحكت للدنيا جيت ادفع دين اللي عليا. دين يا خبر، ده كان الزوم كله تحت عمرك. ربنا يخليك يا رب. صحيح انا عارفه كنت من اصيل وابن ناس. بقول لك ايه، هتدفع يعني هتدفع، والا هتبات الليله جوه قلبي يا عماد. بقولك يا عماد، اقعد نعمل لك رجاله. لا متشكر متشكر، انا عندي معاد مهم ولازم اروح. يا اختي ربنا يكتر في بواعينك يا رب في حق جاه النبي. ربنا يخليك يا رب. بالسلامه. بالسلامه يا حبيبي. اشوف وشك بخير. مع الف سلامه يا عماد. صحيح يا ناس، الدنيا لسه بخير. شفايك ملالي
شوقيني دوبيني حيريني تغلبيني شوقيني دوبيني حيريني تغلبيني وانت يا عمري معايا انت يا عمري واحساسي وخيالي انت يا عمري وانت يا عمري معايا انت يا عمري واحساسي وخيالي انت يا عمري بس بس ما تلعبش بالقلب القلب مشكورة ما تلعبش بالقلب القلب مشكورة ايه القلب مشكورة ايه القلب مشكورة ايه القلب مشكورة حلوة يا مور الخد الخد طلور والرقة رقة عصفور والضحكة ضحكة مسحورة حلوة يا مور الخد الخد والضحكة ضحكة مسحورة ما تلعبش بالقلب القلب مشكورة ما تلعبش بالقلب القلب مشكورة القلب مشكورة القلب مشكورة ايه القلب مشكورة يلا انا ما يلا يلا ما تمنعش انزلي. نعم كان لازم تكتبي قمر الليل ودياب. لا يا شيخ ودياب برضو يتكتب على مسرح. امال يكتب فين؟ في جنينة الحيوانات. ماشي يا عمر قابل اديني بوسه وبغمض عينك. بص بقى يا عمر بص بقى بص يا حياتي ده نور تعالى قول لي يا حبيبي ازيك يا ماما؟ هي دي مش ابتسام بنت حامد بشمر برضه؟ الله ايه ده يا ماما؟ انت بتفلسي في جيوبك؟ ابدا ده انا لقيتها واقعه على الارض جنب السرير. انت تعرفيها يا ماما؟ ايه اللي اعرف؟ دول اهلها ناس طيبين قوي واصحابي من زمان. يبقى ابتسام بقى هي اللي شغلك عني اليومين دول. مفيش حد في الدنيا يشغلني عنك يا ماما ابدا. ولا انا كمان. ده انت كل حاجه ليا في الدنيا يا حبيبي. غريبه قوي يا خالد. بعد رجوعك من لبنان حاجات كتير قوي اتغيرت فيك. طول عمري اقول لك عايزه اخطب لك واجوزك تقول لي لما اكبر وابقى راجل واعتمد على نفسي. سبحان من غيرك. الحب يا ماما. الحب غير كل حاجه بالانسان. الحب ده حاجه عجيبه جدا. غيرني خلاني مواطن صالح. انا مواطن صالح. انا ما بسرقش. تخيلي خلاني انسان مسؤول ومسؤول اكتر عن البني ادمه اللي حبيتها وغيرتها. الحمد لله يا زياد ربنا يكرمنا اكتر واكتر. وهنتجوز يا بنت وهنخلف دست عيال. لا ست سته. طب يوم الجمعه هنعمل فيه ايه؟ يبقى ساعتها ناخد العيال ونروح السينما. ماشي وهكون تحت امرك في كل طلباتك. وهتكوني تحت امرك في كل طلباتك. طبعا تحت امرك يا سيد الناس. ايدك حلوه. دي بوست الأمومة ودي بوست الأخوة ودي بوست الأدب. دي بقى قلة الأدب. يا فكري مالك جو؟ مش على بعضك ليه؟ عايزك تسيب لي البيت لمدة ساعتين. ساعة الصفر قربت. لازم ينفذ اللي حلو عليه وإلا وإلا. وهتستيف البيت كمان؟ يا فكري بلاش طمع بقى. كفاية طمع يا أخي. كفاية الفلوس اللي هبرتها من الولية. اسمع فكري اهرب من الموضوع ده. بقى أجيب لعبة وأعملها بداية وبعدين تركب أحسن عربيات وتنام في أحسن فيلات وتخطف أحلى البنات وأنا $50,000 عايزين نهبر في الملايين. يلا يا جو يلا حبيبي يلا حبيبي يلا يا جو يلا يا أخويا يلا ارحمني. بس يا خوف لا أضيع عنوان البيت. شقة 23. متشكر. أي صباح الخير. أهلا 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 أهلا. طبعا نور. أخبارك؟ اتفضل يا حبيبي.
اهلا يا مسرور. ربنا يخليك. اهلا الله يخليك. اتفضل اتفضل. لا لا اقعد هنا. ده الكرسي بتاعي. حاضر. امال ايه؟ شكرا. اقعد على الكرسي بتاعي. شكر. طبعا يا حبيبي من لا احبابه وناس اصحابه. الف مبروك. الله يبارك. مبروك يا عماد. قصدي يا خالد. ربنا يسعدك ويهنيك انت بالسعاده والبكره بتطلع في ايدي. ما انت السبب في كل الازمه انا فيه يا راجل. ما تقولش كده. ده معقوله؟ وازاي يا ادهان؟ قصدي ازاي ماما؟ تعرف يا فكري الست نهاد انسانه عظيمه عظيمه قوي. عوضتني حنان امي الله يرحمها. خالد انا عايز اتجوز. وماله؟ خبر مفرح. الف مبروك يا اخويا. والعروسه اللي هجوزها امك ناهد هانم. ايوه ناهد هانم. شوف يا حبيبي انا زي ما وصلتك لازم توصلني. يعني ايه؟ ما فهمتش. يعني هي وعدتني بالجواز بس بعد ما اجيب لها ابنها. والحمد لله ربنا قدرني وجبته لها. لا وايه؟ وتحليه ويشح القلب. لما طلبتها بتنفيذ الوعد قالت لازم اخد راي خالد اللي هو انت. واظن خالد دي ما يقدرش يمانع. يعني انت دخلتني بيتها علشان تتجوزها؟ امال انت فاهم ايه؟ عشان سواد عيونك؟ لكن انت قلت لي انها عينه بالقلب ودي خدمه انسانيه. ما كانش ممكن اقنعك غير بالشكل ده. بس ده احتيال. ايوه. المهم ان ناهد هانم دلوقتي اسعد انسانه في العالم. ليه ما قلتلهاش الحقيقه ان ابنها مات؟ ساعتها مغفل كانت هتهب كل ثروتها للجمعيات الخيريه واطلعت انا وانت على الفشوش. يا فشوش. معنى كلامك ان هدفك الفلوس وبس؟ طبعا يا عبيد. اوضح لك اكتر. بعد ما تموت ناهد هانم هنورث انا وانت كل الاملاك والاموال ونعيش في عز وحبحة حتى اخر العمر. ماذا قلت؟ مش ممكن اسمح لك تضحك على الست الطيبه دي ابدا. ولا يمكن اوافق مهما كانت الظروف. هتوافق غصب عنك. شوف يا حبيبي انت غرقان في اللعبه لشوشتك. فكر كويس قوي. اوعى تلعب بالنار معايا. ده انا فكره جوهر يسال عليا ما اعرفش امي. اسمع انت خدعتني اول مره مش هسمح لك تخدعني مره تانية. وانا هقول لها الحقيقه. ماله يا حبيبي؟ هتعرف انك لعبت بعواطفها وخدعتها ونصبت عليها؟ هتطلب لك البوليس وهتروح في داهيه. حرام عليك. سيب الست الطيبه دي في حالها. واسمع يا فكري انا هدافع عنها لاخر لحظه في حياتي. يا على مجنون. وخلينا افهمك اعمل ايه. اولا انت تسيبني اتجوزها. ثانيا انا بقى بطريقتي الخاصه هقول لها الحقيقه واطردك بره البيت. تكون انت واخد الهبره اللي هي وتطلع بره العمليه خالص. ترجع بقى لحتتك ولمكانك الطبيعي. ثم ايه يا اخي؟ الطمع ده ما كفايه عليك ابتسام وفلوس ابوه. يا حقير يا جبان حقير. والله صعبان عليا الواد. انت يا عماد تعمل كده؟ انا مش قادره اصدق وداني. انت يا انسان يا متفتح يا واعي تتصرف بالشكل ده ازاي؟ هو ده اللي حصل يا ابتسام. يعني ايه ده اللي حصل؟ ازاي تحط نفسك في موقف زي ده؟ مش عارف مش عارف. حاولت كتير. صدقيني يا ابتسام الزن كان شديد على وداني. مش انت اللي تقول كده لانك مش ضعيف. ازاي عروسني صدقني دلوقتي؟ ازاي صدق انك ما ضحكتش عليا وما بتكدبش عليا زي ما كدبت على هاني؟ انا يا ابتسام؟ ايوه انت. ليه لا؟ حرام عليك. انت بتظلميني. اظلمك؟ هتستمر الابن المزيف لحد امتى؟ انا ضحيه يا ابتسام. ومين هيصدقك؟ ليه؟ ليه تعمل كده؟ ليه تبتدي حياتنا بالغش والخداع؟ يا ريتك ما انقذت حياتي. كان هيبقى
مالك يا فكري؟ متوتر كده ليه؟ بصراحة أنا هانم، أنا مش قادر أستحمل، أنا مش قادر أعيش من غيرك بقى. معاك حق يا فكري، أنا كمان مش قادر على بعدك. حضرتك قلت إيه؟ وبعدين بقى معاك يا فكري. وبعدين معاك يا فكري؟ لا ده أنا أكيد بقى. لا بتحلم ولا حاجة. احنا لازم نلم الشمل دي، ايام العمر معدود. الله اكبر الله اكبر كمان الله اكبر. قولي هو سي خالد وافق؟ خالد ده ايه؟ فكري انت ناسي ان انا الكل في الكل هنا؟ طبعا وده عايزه كلام مؤكد، حضرتك هنا الكل في الكل، بس انا قلت كده لان انت كنت مصممه انك تاخدي رايي. ده من باب المجامله عشان احسسهم براجل البيت. يا سلام يا سلام على حكمتك، يا سلام على فطنتك. ايه ده ايه ده؟ معقوله؟ معقوله؟ عن اذنك بقى، عن اذنك. عارفين؟ عارفين اني راح اجيب المأذون دلوقتي حالا. لا مش النهارده، خليها لبكره وانا اللي هجيب المأذون. طب ليه مش دلوقتي؟ ليه مش ناوي يعني؟ انا مستعجله اكتر منك، انما في ترتيبات كبيره قوي لازم اعملها. طبعا كل اللي تقول عليه ماشي، انا موافق. بكره يعني؟ بكره كل حاجه هتبقى جاهزه باذن الله. على اذنك دلوقتي بقى يا حبيبي. اتفضلي يا فلوس. اتفضلي يا حبيبي. عملك يا بيضة، اقعد يا عريس. هتجوز بكره وبعد بكره وبعد بعد. طب وشرف بنت خالتي هتصعب عليا قوي بكره. دلوقتي هنعمل ايه؟ فكر طلع نصاب وابتسام وعرفت الحقيقه واتلخبطت الدنيا. وانا الفلوس صرفتها على المسرح ودلوقتي عامل لك ايه؟ مش مهم الفلوس، الفلوس ننساها بعد كده، قصدي ان نبقى نقتبسها بعد كده، المهم ازاي نخلص لبني ده من ورطته. ازاي؟ ازاي؟ مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ايه هو الحل واحد؟ ايه؟ يا حرام يا عماد، وتفتكر هنعمل ايه؟ انا عارفه يا اختي. غشاش يا كذاب. لا لا انا ضحية. خالد لا يا خالد. لا يا خالد، غريبة أول مرة ما بتندهنيش بكلمة ماما. وآخر مرة لا يا هانم. أنا مزعلك يا حبيبي؟ لا. طب عايز أي حاجة؟ أنا مش عايز أي حاجة أبدا. يبقى لازم تقولي كل حاجة. يا نهد هانم، أنا إنسان غشاش خداع. أنا ما استاهلش أقول لك يا ماما، أنت مش أمي. وانت مش ابني. انا عرفت من ساعة ما حضرتك اول مرة في المطار. ابني كان له وحمة في رقبته، لما ما لقيتهاش عرفت انك شبه ابني تمام. حتى امبارح في جنينة لما قلت لي اني مش امك، شفت فكري حسام له ايه؟ انا كنت عارفة من الاول وساكتة عشان اعرف فكري عايز يوصل لايه. يعني حضرتك تأكدت ان انا ضحية؟ طبعا فكري استغلك وجابك هنا على اساس انك ابني علشان يتجوزني، ولو جرالي حاجة لا سمح الله كان هيبقى هو الوريث الوحيد، لانه عارف كويس جدا ان انت لو ما كنتش جيت كنت حوهب كل املاكي واموالي للجمعيات الخيرية. الحمد لله. ودلوقتي تسمحي لي ارجع لحتتي وناسي وابتدي حياتي من جديد؟ ترجع لحتتك؟ وابتسام خلاص نسيتها؟ ابتسام خلاص يا نهاد هانم، ابتسام من ساعة ما عرفت الحقيقة زعلت مني وما بشوفهاش خالص. ولا يهمك، كل حاجة هتتصلح يا حبيبي. يتصلح ازاي؟ أرجوكي سامحيني سامحيني وسيبيني أهرب من اللعبة دي أرجوكي. عايز تهرب يا جبان؟ جبان؟ معلش سامحني يا حبيبي، سامحني يا ابني. صدقني إنك بقيت زي ابني تمام. أنا مش ممكن أغلط فيك، ده أنت رجعت لي حب الأمومة. والله العظيم بحس ان ابني موجود معايا انا في البيت. حرام عليك يا ابني تسيبني لفكري واللي زي فكري يعملوا فيا اللي انت شايفه ده. انت راجل البيت وهتفضل راجل البيت. حاضر يا ابني. قول يا ماما ساعتها، قول يا ماما. حاضر يا ماما. يا حبيبتي يا ابني قولي. وفرحان يا عالم وصلت، انا عارف انت فرحان يا عالم وصلت.
ما 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 عارف. اهلا 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 يا سلام يا سلام. يا استاذ ماذا تنتظر؟ يلا بينا بقى يلا. انا هقول لك ينتظر ايه. ينتظر كلمتين يا فكري بي لازم اقولهم لك قبل كتب كتاب. عايز اقول لك ان التضحيات اللي عملتها لي علشان تساعدني وترجع لي ابني مش ممكن هنساها ابدا. استغفر الله، انا ما عملتش حاجه، ده واجب عليا. ازاي ده؟ انت رحت بيروت وخسرت بحياتك تحت القنابل والمدافع علشان ترجع لي ابني، مع ان بعد الناس الخبثة بيقولوا انك عملت كل ده علشان فلوسي. انا اعوذ بالله يا هانم، اعوذ بالله، ده ملايين الدنيا كلها ما تساويش نظرة عطف وحنان منك. علشان كده قررت اكتب كل اموالي واملاكي باسم ابني، ابني اللي جبته لي انت، وانا عارفه كويس قوي من ساعة المطار انه مش ابني. مش ابنك؟ ازاي؟ لا لا ابني، انا جاي بنفسي. لكن ايه مالك يا فكري بيه، جرالك ايه؟ يا خسارة، مع اني فعلا كنت ابتديت احبك وكنت عايزة اتجوزك، لكن ربنا كشفك في الوقت المناسب. مستني ايه؟ ما خلاص، مع السلامة. اذا اين العريس والعروس؟ موجودين يا استاذ، خليك عندك دقيقة واحدة. ابتسام ¡Gracias!